هيا نكشف القوة الكامنة بين يدينا. كونوا حاضرين باش تصنعوا التاريخ. في ظرف يومين فقط، تونس باش تواجه لحظة حاسمة. الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر مش مجرد اختيار رئيس، هي وقفة للدفاع على الديمقراطية وسيادة القانون. صحيح، ثمة برشة تحديات. الجدل يحوم حول السباق، وثمة مخاوف تتعلق بالنزاهة والشفافية. أما صوتك أهم من أي وقت مضى. هو دليل على التزامك بمستقبل ديمقراطي. توجهوا يوم الأحد للصناديق، شاركوا في صياغة مصير تونس. ما تنساوش، مسؤوليتنا تجاه الديمقراطية ما توفاش بالتصويت فقط. لازمنا نبقاو يقظين ونحميو على حقوقنا وحرياتنا كل نهار. الديمقراطية رحلة متواصلة تحتاج لمشاركتنا الفعالة. خلينا نصوت يوم 6 أكتوبر ونواصل العمل من أجل مستقبل ديمقراطي حقيقي لتونس. صوتك هو صوت تونس. خلينا الكل نكون جزء من هذا الحدث التاريخي ونبقى متيقظين باش نحافظوا على ديمقراطيتنا.